السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة إيماب تك. بهذا الفيديو هنشوف مراجعة لأحد أجهزة تكنو، وهو التكنو كامون 17 أو التكنو كامون 17. هذا الجهاز اللي واضح أمامكم بالصورة، جهاز يعتبر من الفئة الاقتصادية، ويجينا بمواصفات كلش حلوة. نبدأ بمواصفات الجهاز، ونبدأ أولا بأبعاد الجهاز. الجهاز يجينا بطول 164.5 مليمتر، وعرض 76.5 مليمتر، والثيكنس مالت الجهاز هو 9 مليمتر. شاشة الجهاز هي من نوع الـ IPS LCD بتردد 90 هيرتز. الشاشة على المستوى الشخصي أداءها كلش حلو وسلس، وسرعة اللمس مالها كلش حلوة. والمقاس الشاشة هنا يكون عندنا 6.6 انج. الشاشة عموما تمثل لنا حوالي 83% او 83.6% بالنسبة للبودي مالت الجهاز. هذا الجهاز انطرح بنظام اندرويد 11، وهو نظام التشغيل المعروف الهاي اوبريشن سيستم. معالج الجهاز هو من شركة ميديا تك، المعالج هايلو G85 بتقنية 12 نانومتر. واعتياد المعالج هنا يكون عندي 80 نواة، ومعالج الرسومي اللي هو الجي بي يو مالي G52 MC2. المعالج الرسومي حلو كلش على مستوى الألعاب، أداء كلش حلو وسلس، وما يكون عندك ذاك التقطيع اللي موجود عندنا بالأجهزة اللي انطرحت قبل هذا الجهاز. الجهاز يجينا بذاكرة 128 جيجا بايت، ورام 6 جيجا بايت. الرام هو ذاكرة الوصول العشوائي اعتيادي، وهو انطرح به نسختين، هذا ذاك نسخة 128 4 جيجا بايت، ونسخة 128 6 جيجا بايت. الجهاز يحتوي على 4 كاميرات، رباعي الكاميرات. الكاميرا الأساسية 48 ميجا، والكاميرات الأخرى المساعدة كاميرا الديبث 2 ميجا بتقنية الكوايد أو الكوايد ليد فلاش، وأصور لي 1080، وممكن أنه أصور 2K مثل ما حنشوف هسه. منطيني هذا الاوبشن، ما اروح للفيديو استعرض الفيديو، فهنا عندي الريزوليوشن مال التصوير. اذا اختار الريزوليوشن مال التصوير فمنطيني ال 720 وال 1080 وال 2K. طبعا كاميرا الجهاز ايضا لا بأس بها. هذه كاميرا الجهاز، كاميرا حلوة، ومثل ما تشوفون تفاصيل اللي موجودة بالصورة تعتبر كاميرا حلوة بأداء حلو أيضا. والكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي 16 ميجا، وأيضا تصور لي
ب 1080 30 فريم بير سكند. الجهاز الجيني بمنفذ شحن USB العادي. طبعا هذه احد العيوب، المفروض يكون عندي منفذ شحن من نوع تايب سي حتى يدعم تقنية الشحن السريع، وايضا منفذ سماعات اللي هو المنفذ المعروف جاك 3.5 ملليمتر او 3.5 ملليمتر. ويجيني ايضا الجهاز ببصمة خلفية، البصمة سريعة كأداء. سلو نروح للبصمة ونحاول نفعل البصمة، نختار بصمة الأسبوع ونضغط عين قفل الشاشة، نسوي إضافة بصمة. هاي مثل ما تشوفون سرعة استجابة البصمة سلسة كلش. نقفل الجهاز إن شاء الله، بصمة سريعة، بصمة سريعة بأداء كلش مثالي. بطارية الجهاز 5000 ملي آم، واعتياده تكون من نوع النون ريموفابل، يعني ما تقدر تبدلها انت في حال انه احتاج الجهاز تبديل بطارية. طبعا اداء الجهاز على مستوى الالعاب ايضا اداء سلس ما بيتقطيع. سلم ونشوف هاي اللعبة، مثل ما تشوفون كالوان كرزوليوشن شاشة، جهاز حلو. أداء الجهاز بالألعاب كل جميل وسلس، والشاشة أيضا سلس سلسة الاستعمال، يعني الشاشة عندي 90 هرتز، اعتيادي حتكون سلسة بالاستعمال. جهاز جميل، مواصفاته حلوة، وطبعا أنصح بهذا الجهاز. مثل ما تشوفون سلاسة استعمال الشاشة، وشكل الجهاز أيضا حلو، تصميم لا بأس فيه. طبعا الظهر يكون عندي بلاستيك، هنا نكون خلصنا الفيديو لهذا اليوم. قبل ما تغادر لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى توصلك اشعارات الفيديوهات القادمة، وأشكر متابعتكم.